فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. طيب هنا عندنا باب زكاة الورق، بس نتصل بالأخ عشان مؤكد زكاة الورق. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، ولا فيما دون خمس زود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة، وفي رواية: ليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. وقال: ليس فيما دون خمس زود إبلي صدقة. وأيضا في رواية قال: لا صدقة فيما دون خمس أواسق من التمر، ولا فيما دون خمس أواق من الورق، ولا فيما دون خمس زود من الإبل صدقة. وفي رواية أيضا قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، يعني من الفضة صدقة، وليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة. وفي رواية قال فيها المصنف: أخبرنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أسامة حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال حدثنا عن إسحاق عن عاصم بن دمر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت عن الخيل والرقيق فأدوا زكاة أموالكم من كل 200 خمسة. قال: أخبرنا حسين بن منصور قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عاصم بن دمر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت عن الخيل والرقيق وليس فيما دون 200 زكاة. هذه قال باب زكاة الورق. الورق هو الفضة، نعم، والفضة لها نصاب، ونصاب الفضة خمس أواقي، خمس أواقي يعني بمئتي درهم. لذلك قال: ليس فيما دون خمس أواقي صدق. وقال أيضا: ليس فيما دون خمس زود الصدقة، وهذا قلناه في الإبل. الإبل ليس فيما دون خمس، يعني لو كان أقل ليس في صدقة، والخمس فيها شات. تفضل يا دليل، أحسن الله عليك. نسخ هذا يا نبيل حلمي، نسخ. نعم. وقال: ليس فيما دون خمس أوسق صدقة، وهذه كل وسق 60 صاعا، يعني 300 صاع، هذا نصاب، النصاب للزرع. أما بالنسبة للفضة ف100 درهم، نصابه 100 درهم، إذا بلغ ما معه 100 درهم فإنه يكون النصاب الذي عليه ربع العشر، فيه خمس. وليس فيما دون خمس زود من الإبل صدقة. وأيضا قال: لا صدقة فيما دون خمس أوساق من التمر. وقول: ليس فيما دون خمس أواق من الورق، من الورق يعني من الفضة. فهذه زكاة الفضة على كل 200 درهم، فيها 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 صدقة ربع العشر. أما بالنسبة للخيل والرقيق إن كان للتجارة ففيها، وإلا فلا. الحمد لله، لكنه يعتذر الناس يا أحمدي، ولكنه يشتغل الحمد لله، يؤلف يكتب. سبحان ابن إسماعيل لا يقف، لكنه يؤلف، لا يعطي دروس. خمسة أواق ما تقدرهم، فيها ربع العشر، فيها خمسة. الشيخ أبو إسحاق كان عنده جلطة الأسبوع الماضي أو بعده، جاءته جلطة، لكن هو الآن الحمد لله في صحة أو عافية. قوله: قد عفوت عن الخيل والرقيق فلا زكاة في الخيل ولا في الرقيق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صدقة في فرس العبد، في خيل العبد، ولا في رقيقه. فقال: قد عفوت عن الخيل والرقيق فأدوا زكاة أموالكم من كل 200 خمس. هذا على نصاب الفضة، على كل إذا بلغ 200 فيكون فيه الخمس. وقول عفوت عن الخيل والرقيق في الدلالة واضحة جدا أنه لا زكاة في الخيل ولا في الرقيق، وهذا على قول جميل أهل العلم. أما الحنفية قالوا في كل فرس فيه صدقة، وهذا مخالف للنص الصريح، لكن اتفقوا جميعا أنه لو كان في عروض التجارة صح له، نقول كان عليه الزكاة. لا 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 لا، ليس ممنوعا، هو الذي مانع نفسه. لو في شخص من اسكندرية يسافر إلى مطروح فله الفطر، نعم له الفطر، طب كيف يقضي؟ يقضي في الشتاء في الأوقات التي يتيسر عليه القضاء فيها. الفوائد المستنبطة:
كما قلنا نصاب الفضة توقيفي، دلالة الاقتران قوية بالسياق. سعة الشريعة لم تترك شيئا إلا 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 قد قالت به، يعني أتت به مفصلا. عبد العزيز رضي الله عنك، شفاك الله وعافاك، أحسن الله عليك حبيبي. زكاة القدم 5 أوراق ورق أي فضة، 5 أوراق 200 درهم وربع العشر. ممتازة يا متفائلة، أنت ما شاء الله قلمك سيال في الخير. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.